إسرائيل تنشر فيديو لاعتقال عنصر بحزب الله داخل نفق جنوبي لبنان. تل أبيب توسع عمليتها البرية جنوبي لبنان، وحزب الله يقول إنه أوقع قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي. الإعلام الموالي لإيران يبدأ الترويج لاستعدادات عسكرية حوثية لمعركة بحرية مباشرة مع إسرائيل. حزب الله طلب مهلة وحماس أرادت مالاً إيرانياً، وطهران نفت وثائق الحركة تكشف خفايا 7 أكتوبر. رصاص بجماجم أطفال وصدورهم، أطباء يروون فظائع عاينوها في مستشفيات غزة المدمرة. بكم مشاهدينا. نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا قال إنه لاعتقال عنصر بحزب الله جنوب لبنان داخل نفق بعمق حوالي 7 أمتار، وقد نقل الجيش الإسرائيلي العنصر المعتقل إلى داخل إسرائيل. إذن بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة برجة وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين، نقل موقع جنوبية عن خلية الأزمة ببلدية برجة توجيهها مناشدة لأي شخص يكون مستهدفا أو معرضا للخطر أن يبتعد عن البلدة. وناشدت اللجنة والجهات المسؤولة بالإعازة إليهم بعدم التواجد أو التوجه إلى البلدة حفاظا وضمانا لسلامة الوافدين إليها من القصف، وطالبت القوى الأمنية والعسكرية حفظ أمن أهل بلدة برجة. في الأثناء تناقلت مواقع إعلامية لبنانية صورا من داخل الشقة المستهدفة إسرائيليا في برجة تظهر أجهزة تحكم بالمسيرات داخل الشقة. وقال موقع لبنان الكبير إن الهيئة الصحية التابعة لحزب الله حضرت إلى الشقة وأخلت المعدة تاركة الضحايا، ما أدى إلى اندلاع إشكال مع أهالي المنطقة. مقاطع مقاطع بياخذ يعني؟ ايه فيك تخدم مقاطع مقاطع. رقم هون محل استهداف المبنى. هذا تحكي انت هاي؟ هاي؟ بس حطوا ايوه في المنطقه بشكل كامل. الحصيله حتى اللحظه هو شهيدين وست. اي حتى اللحظه هناك ربما يكون اشخاص تحت الانقاض يعملون وثلاثه جرحى حتى اللحظه. العائلة صاحبة هذه الأنقاض خرجوا إلى مكان آخر ليحضروا بعض الحاجيات هنا في منطقة دير بلة قضاء الكورة. وتصاعدت العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية مجددا في جنوب لبنان. وأفادت مراسلة الحدث باندلاع مواجهات بالأسلحة الرشاشة بين مقاتلي الحزب وقوات إسرائيلية تحاول الدخول إلى بلدة رامية، فيما سجلت اشتباكات مماثلة بين منطقتي عيت الشعب ورامية. حزب الله أعلن التصدي لقوتين إسرائيليتين حاولتا التقدم نحو رامية الحدودية، كما أعلن قصف تجمع جنود إسرائيليين بالمدفعية في مزارع شبعة.
91 مليون. وين هجاني؟ الثالثة اللي بتهدي من رميش في جنوب لبنان. تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. أهلا بك معنا ناهد. يعني بعد ما سمعناه من اشتباكات بالرشاشات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من حزب الله، لك أن تطلعين على مزيد من التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني، تفضلي. تهاني، لا تزال هذه المواجهات تحصل في بلدة رامية إن كان بالأسلحة الرشاشة أو حتى بالمدفعية. في الساعة الأخيرة هي كانت تكثفت أيضا طيلة ساعات الليل، كانت هناك إطلاق لصواريخ من قبل الطرفين، غارات إسرائيلية تشن على بلدتي عيت الشعب ورامية مقابل صواريخ موجهة يطلقها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية التي حاولت لأكثر من مرة الدخول إلى هذه البلدة. هذه المحاولات المستمرة منذ قبل ليلتين، يعني أكثر من 35 ساعة حتى هذه اللحظة مرت على محاولات الدخول الإسرائيلية إلى بلدة رامية، ولا تزال تشتبك مع مقاتلي حزب الله في تلك النقطة. ونسمع بوضوح أصوات المدفعية، أصوات الأسلحة الرشاشة، ما يدل على هذه المواجهات المباشرة بين الطرفين. كان في ساعات الليل سلسلة من المحاولات التقدم كانت تواجه بصواريخ موجهة، تم إطلاق أيضا صواريخ على آلية عسكرية إسرائيلية بالإضافة إلى صواريخ بركان أطلقت باتجاه ثكنة زرعيت المقابلة تماما لبلدة رامية حيث كان يتجمع جنود إسرائيليون للدخول إلى هذه البلدة. تم أيضا تفجير عبوات ناسفة بعدد من القوات الإسرائيلية التي حاولت التقدم، بالإضافة بحسب المعلومات كانت هناك عملية سحب للإصابات، ولكن أيضا تم استهدافها بصواريخ موجهة من قبل حزب الله. لا تزال حتى هذه اللحظة تدور هذه المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في بلدة رامية، بالإضافة إلى استمرار العمليات أو الرشقات الصاروخية. في هذه الأثناء أعلن حزب الله عن عملية جديدة لاستهدافه قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا. هذه القاعدة تستهدف للمرة الأولى. قال الحزب في بيانه بأنه قام برشقة نوعية من الصواريخ، لم يتحدث عن ماذا يقصد أو ما هي هذه الصواريخ التي أطلقت باتجاه هذه القاعدة. كان أيضا استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين في أكثر من موقع إسرائيلي، في ثكنة زبدين، في مزارع شبعة، وأيضا في شتولة أيضا، وبالإضافة إلى استهدافه قوة إسرائيلية في داخل بلدة مارون الراس بالقذائف المدفعية. إذن هذه هي العمليات التي تحدث اليوم حزب الله عنها، والتي معظمها تتعلق بما يجري بالمواجهات التي تحصل في بلدة رامية. طيب، قبل دقائق يعني تقريبا ناهد، كنا نشرنا صور نشرها الجيش الإسرائيلي عن مدخل نفق وجده الجيش في الجنوب، وتم اعتقال أحد العناصر طبعا إلى إسرائيل من عناصر حزب الله للتحقيق معه. هل هناك أي معلومات متوفرة لديك حول هذه العملية التي قام بها؟ على الأقل ردة فعل من جانب الحزب. حقيقة لا، حتى الساعة لم تصدر أي ردة فعل، أي بيان أو أي تعليق من حزب الله حول ما نشره الجيش الإسرائيلي. يعني ننتظر لمعرفة إن كان سيصدر أي بيان يتعلق حول بهذه الحادثة أم لا، إن كان سيتطرق إليها أو إن كان سيعلن عنها أم لا. يعني هي نشرت منذ دقائق كما ذكرت تهاني، وبالتالي لا يزال وقت مبكرا حتى يعلق حزب الله على ما حصل. كل البيانات التي تصدر عن حزب الله حتى هذه اللحظة هي تتعلق بالعمليات التي يقوم بها. في هذا الوقت أيضا تهاني تستمر الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، إن كان في العمق الجنوبي أو في بلدات حدودية. كانت الغارات استهدفت طبعا عيت الشعب، إضافة إلى هاتين البلدتين، إلى عيت الشعب ورامية. كان هناك استهداف لكفر حمام، أيضا لميفدون، بالإضافة إلى شقرة وكفرة، هذه البلدات التي كانت تستهدف منذ يوم أمس، بالإضافة إلى بعال والمنصوري وسلسلة من الغارات الأخرى على بلدات جنوبية، بالإضافة
بالإضافة إلى قصف مدفعي ليس فقط في هذه المناطق إنما أيضا في بلدات في القطاع الشرقي، حيث أيضا كانت هناك مواجهات وغارات مكثفة على عدد من البلدات الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال أكثر من بلدة في ذلك القطاع. نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات من رميش في جنوب لبنان، مراسلة الحدث ناهد يوسف. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عدة صواريخ أطلقت من لبنان على عدة مناطق في شمال إسرائيل. وأضاف الجيش في بيان له أن صفارة الإنذار انطلقت في مناطق الجليل الأعلى والجليل الأوسط والجليل الغربي وخليج حيفا وبلدة الكرمل. من الحدود الشمالية الإسرائيلية ينضم إلينا موفد الحدث رائد الأغبر. أهلا بك معنا رائد. أولا نريد أن نعرف منك على صعيد التطورات كمية الصواريخ أو عدد الصواريخ التي تأتي من الجنوب اللبناني، وأيضا إذا كانت هناك أي معلومات عن قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا التي تم استهدافها أيضا أخيرا من جانب حزب الله. نعم تهاني، يعني هذا الصباح ليس هادئا بل كان صاخبا بصافرات الإنذار التي دوت في جميع مناطق الجليل الغربي والأعلى والأسفل وحتى في إصبع الجليل في المناطق التي أعلن عنها، خاصة هذه المناطق المستوطنات التي أعلنها الجيش الإسرائيلي مناطق مغلقة وهي مناطق عسكرية، وهي في ذات الوقت المتاخمة للحدود اللبنانية حيث الأعمال العسكرية التي تجري في بلدة راميا وقريبة من مارون الراس، هذه المناطق التي دخلها بالفعل الجيش الإسرائيلي، ويعني تنتشر صور وفيديوهات لدخول الجيش الإسرائيلي إلى هذه المناطق، منها ما أسلفت بنشره وهو عن اعتقال أو أسر جندي من عناصر حزب الله. بالفعل قال الجيش الإسرائيلي بأن 35 صاروخ وصلت إلى مناطق الجليل بأكمله، بينما يعني هناك إشارات إلى أن أعداد الصواريخ هي أكبر بكثير، حيث أن الشهود العيان الذين يرصدون ونحن نرصد سوية هذه الأعمال العسكرية، بالفعل هناك أعداد صواريخ أكبر بكثير. الدفاعات الجوية تعمل لكنها لا تعترض كل الصواريخ التي تنزل على هذه المناطق. وصلت صواريخ حزب الله إلى حيفا وعكا وإلى المناطق الأبعد. أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن 5 صواريخ وصلت إلى تلك المناطق، لكن بالفعل أيضا شهود العيان يقولون بأن الأعداد أكبر بكثير. دائما ما يتكتم الجيش الإسرائيلي عن أعداد الصواريخ وكذلك عن أعداد الإصابات والقتلى بين جنود، حيث أن الجيش الإسرائيلي قال بأن اليوم هناك إصابتين، إصابة لضابط ولجندي
الأهلي، بينما يعني نشرت الفيديوهات المروحيات التي تنقل الإصابات، 4 مروحيات وصلت إلى مستشفى حيفا وكان يعني كانت تحمل إصابات من الجبهة. أيضا مستشفى صفد، قال مدير مستشفى صفد أن الأيام الأولى من العملية العسكرية وصله 10 المصابين من الجبهات. بالفعل الجبهة مشتعلة وخاصة الآن. الآن أيضا رائد، فقط نعقب أيضا، يدعو أحرنوت تقول إصابة 22 جنديا إسرائيليا هذه الليلة فقط باشتباكات عند الحدود اللبنانية. طيب تفضل لتكمل، وأيضا إذا كان هناك أي معلومات حول أي تحركات إسرائيلية جديدة في المناطق الشمالية التي أعلنتها بأنها منطقة عسكرية مغلقة. الجيش الإسرائيلي أعلن عن وصول إمدادات عسكرية، نعلم بأن بدأ بالعمل في الجبهة الشمالية 3 فرق، ومن ثم تم التعزيز بالفرقة 146 وهي عبارة عن 17,000 جندي مقسمين ما بين المشاة وما بين قوات المدرعات وقوات المدفعية. المدفعية لا تتوقف عن الضرب بين الدقيقة والأخرى، بين الساعة والأخرى، ضربات مكثفة على مناطق في جنوب لبنان لا تكاد تهدأ. المدفعية الإسرائيلية وكذلك المروحيات، مروحيات أباتشي التي تحلق باستمرار في المنطقة. نشير أيضا إلى أن الإمدادات العسكرية وصلت فرقة 5، لم يعلن عن اسم هذه الفرقة أو تخصصاتها، لكن وصول فرقة 5، والفرقة نحن نتحدث عن أكثر من 10,000 جندي، أي فرقة عسكرية تعتبر على الأقل 3 ألوية وهم أكثر من 10,000 جندي. وصلت فرقة 5 لتعزيز القوات العسكرية الإسرائيلية التي تعمل على اقتحام الأراضي اللبنانية والتوغل في الأراضي اللبنانية في عملية محدودة كما يصفها الجيش الإسرائيلي. بالفعل ربما تشتعل في هذه الأيام العمليات العسكرية، لأن الجيش الإسرائيلي بات يتوغل بشكل أكبر من السابق. هناك يعني حديث عن أن أو أنباء أن الجيش الإسرائيلي قاب قوسين أو أدنى من السيطرة بالكامل على بلدة مارون راس، وهو يصب عينه على منطقة الرامية، ولذلك نشهد هذه يعني الأعمال العسكرية الساخنة في منطقة رامية. كما أن هذه المستوطنات التي تعتبر متاخمة أو على الشريط الحدودي فورا مقابل البلدات اللبنانية تشهد دوي لصف فرات الانذار باستمرار وسقوط الصواريخ فيها. نعم انا اشكرك على كل هذه الايضاحات. ربما نضيف تهاني بان مسيره، نعم تفضل. لا 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 تفضل. ربما نضيف تهاني بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن اعتراض مسيرة ليلة أمس قادمة من جنوب لبنان من منطقة طبرية. شكرا. من الحدود الشمالية الإسرائيلية مفد الحدث رائد الأغبر. بعدما أخفت حماس لعامين هجوما مدبرا بعناية على إسرائيل، ظهرت وثائق جديدة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أزاحت الغموض عن تفاصيل التخطيط لهجوم 7 أكتوبر. اللافت كان طلب حزب الله إعطائه مهلة قبل اتخاذ قرار المشاركة بالهجوم. خلف هذا الصمت أخفت حماس لعامين هجوما مدبرا بعناية على إسرائيل، لكن وثائق جديدة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أزاحت الغموض عن تفاصيل التخطيط لهجوم 7 أكتوبر والذي امتد لعامين. 10 اجتماعات على الأقل عقدها قادة حماس للتحضير لما أطلقوا عليه حينها المشروع الكبير. هدفهم كان واضحاً، هجوم يزعزع استقرار إسرائيل. غير أن تنفيذ المخطط كان بالنسبة للسنوار مرتبطاً بإشراك إيران وحزب الله في الحرب، أو على الأقل لالتزام بالمشاركة في معركة أوسع نطاقاً مع إسرائيل. وقد أجلت حماس هجومها من خريف عام 2022 إلى العام التالي في مسعها لإشراك حلفائها. بعدها أرسلت حماس في يوليو 2023 مسؤولاً رفيعاً إلى لبنان للقاء قائد إيراني كبير وإقناعه بضرب المواقع الحساسة في إسرائيل مع بداية الهجوم. حينها كان رد القائد الإيراني كما أظهرت الوثائق أن إيران وحزب الله داعمان من حيث المبدأ، لكنهما بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير. ورغم ذلك خلصت حماس إلى ضرورة تنفيذها للهجوم، ورأت في الأزمة الداخلية في إسرائيل فرصة لا يمكن إضاعتها. هجوم سعت من خلاله إلى أحداث تأثير استراتيجي يرمي إلى تعطيل مساعي السلام في المنطقة وفق وثائق الصحيفة الأمريكية.
مشاهدين نيويورك تايمز وول ستريت جورنال والواشنطن بوست نشرت بصورة متزامنة مقالات إنها وثائق تعود لحماس حصل عليها الجيش الإسرائيلي من مراكز قيادة الحركة في غزة في 31 من يناير الماضي. الوثائق المنشورة تشير إلى أن إيران قدمت دعما ماليا وعسكريا لحركة حماس قبل هجوم 7 أكتوبر. وكشفت الول ستريت جورنال أن الجيش الإسرائيلي منح الصحيفة مجموعة ما وصفها بخطابات ومحاضر اجتماعات لقيادة حماس، فيما تبحث إسرائيل شن ضربة انتقامية ضد إيران ردا على هجومها الصاروخي. وثائق حماس ووفق الصحف الثلاث تقول إن يحيى السنوار زعيم حركة حماس كان يتفاوض مع إيران عام 2021 بشأن تمويل هجوم واسع النطاق على إسرائيل، وأن السنوار طلب 500 مليون دولار مقسمة على 20 مليون دولار شهريا لمدة عامين، وأن إيران خصصت 10 ملايين دولار للجناح العسكري لحماس كما أوردت الول ستريت جورنال. أما واشنطن بوست فتقول إن السنوار طلب من مسؤولين إيرانيين بينهم خامنئي طلب موارد مالية إضافية ودعما عسكريا وتعهد بتدمير إسرائيل مع وصول الدعم الإيراني. الجانب الآخر الصحيفة تشير إلى أن طهران فوجئت بهجوم 7 أكتوبر وأنها كانت غاضبة من السنوار لعدم كشف نواياه مسبقا، وأن الوثائق تشير إلى أن السنوار قرر إبقاء خطط الهجوم سرية حتى على مقاتلي حماس ذوي الرتب الدنيا حتى قبل ساعات من التنفيذ. وول ستريت جورنال التي نشرت وثائق حماس قالت إن المسؤول الإسرائيلي الذي قدمها لها رفض الإفصاح عن سبب الإفراج عنها وأنها لم تتمكن من التحقق من صحة المستندات، والحال مماثل مع الواشنطن بوست أيضا. أما نيويورك تايمز فقالت إنها تحققت من الوثائق التي توضح الاستراتيجيات الرئيسية وتقييمات قادة المجموعة للوضع. لكن البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة نفت المزاعم الإسرائيلية بشأن اكتشاف وثائق تتضمن طلب حماس من طهران مبلغ قدره 500 مليون دولار قبل عامين من تنفيذ هجوم 7 أكتوبر. وبحسب وكالة إسنا فقد وصفت البعثة تلك الأنباء بأنها أوهام إسرائيلية، وأن المزاعم الإسرائيلية بهذا الخصوص نشر للأكاذيب وتزوير للوثائق وعملية نفسية. معنا من بيروت الكاتب الصحفي علي السبيتي، ومعنا أيضا من بيروت العميد الركن المتقاعد يعرب صخر الباحث في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بكم. سأبدأ معك سيد علي، أولا ما رأيك في هذه التقارير التي أو محاضر الاجتماعات التي نشرتها 3 صحف الأمريكية؟ لماذا كشف عنها الآن؟ صباح الخير لك وللضيف الكريم وللمشاهدين الأعزاء. يعني نحن الآن أمام تضارب إعلامي بالمصادر حول هل صحة هذه المعلومات أم أن هذه المعلومات ليست صحيحة. بتقديري أن الواقع وما حصل والنتائج هي التي تشير على صحة المعلومة أو على تكذيب المعلومة، بمعنى أن لو كان هناك مشاركة بين الإيرانيين وبين حزب الله مع حماس في تخطيطها لعملية 7 أكتوبر لكان هناك نوع من التنسيق المسبق، ولكن بدت الساحة أنها ساحة غير مرتبطة ببعضها البعض لفترات، نتيجة أن حماس هذا ما يشير إلى أن حماس وخاصة الجناح العسكري يعني حتى بقيادة السنوار حتى هناك قيادات في حماس لا علم لها، فإذا هو عمل داخل تركيبة حماس. السنوار بشكل مباشر هو من رتب كل عملية طوفان
الأقصى، وكان ما كان وحصل ما حصل. ولو كان هناك تنسيق مسبق مع الإيرانيين لكان هناك تحضير إيراني مسبق على الجبهات التي يجب أن تكون حاضرة وجاهزة لدعم السنوار أو لمشاركة السنوار وبالتالي عملية حماس في هذا الموضوع. عدم المشاركة في البداية وبالتالي التأخر، هذا يعني أن لا علم مسبق في هذا الموضوع. إضافة إلى ذلك، أعتقد بأن حتى حزب الله لم يكن في جهوزية، وهذا ما تبين من خلال الفترات الأولى، يعني عندما ساند غزة تعلمين مدى التضحيات التي قدمها نتيجة كان الصيد الإسرائيلي لعناصر المقاومة سهلا جدا، يعني لم يجد الإسرائيلي صعوبة في مواجهة جبهة إسناد غزة، هو نتيجة أن لم يكن هناك خطة ولم يكن هناك إعداد ولم يكن هناك تنسيق. وهذا كما أشارت بدأ من خلال كمية الاستنزاف لقدرات حزب الله وبالتالي لعناصر متقدمة في قيادة الحزب على المستوى الميداني. فإذا هذا يشير إلى أن حزب الله لم يكن يضع خطة، بل بالعكس هو تفاجأ ودفع ثمن هذا تفاجئ بكثير من قياداته الأساسيين. فإذا نحن أمام واقع يشير بشكل واضح إلى أن هذه المعلومات يعني ناقصة ومجروح بها ولا تعكس بشكل واضح مصادر تستند إليها بشكل منطقي وعملي، لأن كما ذكرت الواقع كذبها ويشير إلى أن الساحة لم تكن بهذا الترتيب ولم تكن بهذا الموضوع ولم تكن بهذه الفعالية، يعني دفعت أثمان بالعكس أنها لم تكن على علم، ولو كانت على علم لكان الحذر ولكانت الخطة ولكانت الاستعداد قد وفر على المقاومة وعلى حزب الكثير من التضحيات التي دفعها في الأيام الأولى. طيب سأنتقل إلى الجانب الآخر. سيد يعرب أهلا بك معنا، هل تتوقع بأن الاتفاق كان ناقصا والسنوار تصرف بمفرده للحفاظ على موقعه مثلا أم ماذا بعد هذه التقارير التي نشرت؟ نهارك سعيد تهاني، وتحياتي للضيف الكريم والمشاهدين الكرام. أنا أرى عكس كل ذلك. ما كان لهذه العملية 7 أكتوبر أن تحدث بضخامتها ونوعيتها والإعداد المسبق والكبير لها وما نتج عنها من دون علم إيران، أو على الأقل علم المحور الأقوى أو الذراع الأقوى لإيران وهو حزب الله. إذا أردنا أن نفهم ذلك علينا أن نعرف ماذا حدث، ماذا كان يحدث قبل 7 أكتوبر لنفهم ماذا حدث، لماذا حدثت 7 أكتوبر. ما قبل 7 أكتوبر كان هناك مفاوضات أمريكية سعودية هندية، الممر الهندي الكبير الذي يمتد من الهند إلى الإمارات إلى دول الخليج، صعودا إلى الأردن ثم إلى اليونان ومنه إلى كل أوروبا، يعني خط اقتصادي كبير. ليست الأهمية بهذا الخط لأنه سيأخذ سنوات، إنما الأهمية في خط نقل المعلومات. وهذا الخط اشترطت السعودية المملكة العربية السعودية كي توافق عليه، إبرام اتفاقية أو معاهدة أو يعني إذا جاز التعبير مبادرة، هي ليست معاهدة، مبادرة حل الدولتين. هذا هو الشرط السعودي الأساسي، مبادرة حل الدولتين. هذا الاشتراط على أمريكا مقرونا بشرطين آخرين: التزود بالقدرات النووية السلمية طالما إيران بهذا الوارد، ومعاهدة دفاع مشترك. هذا ليكن معلوما، هذا ما كان يحدث قبل 7 أكتوبر. وهذا الخط الكبير، الممر الاقتصادي الكبير خارج إيران والعراق خارج هذا الخط، وكذلك هو خط منافس للرود اند بيلت، الخط الحزام والطريق الصيني، يعني خط الحرير سابقا. فاذا اتى 7 اكتوبر لتنسف معاهده او مبادره حل الدولتين ولتنسف هذا الخط، ونجحت في ذلك. فاذا هذه العمليه 7 اكتوبر بهذه الضخامه بهذا المقصد المهم لا يمكن ان يقدم عليها السنوار لوحده، لا بد من ان يكون وراءه ومعه وبصفه ويحرضه محور إيران في المنطقة. هذا ما أراه. وإذا أردت أن أكمل
طبعا لا انت تكمل نعم. الفكره وايضا يعني تضمن معها لماذا اذا كان لديها مصلحه اقتصاديه حسب ما فهمت من تحليل حضرتك ايران والمصلحه الاقتصاديه ومن خلفها الصين، لماذا ضحت بعنصر اساسي استثمرت فيه سنوات طويله كحزب الله؟ ايران دائما تبيع وتشتري، ايران تضحي طبعا ضحت بحماس والان تضحي بحزب ايران في لبنان ونراها كيف تبيع وتشتري وكيف كان الرئيس الايراني في نيويورك محابات ومرادات والى اخره واخوه وحزب الله يتعرض الى ما يتعرض له في لبنان. انا اريد ان اشير ان العمليه 7 اكتوبر التي اتت طالما هي موضوع الحديث الان، هذه العملية أتت أولاً لنسف ما كان يرسم ما قبل 7 أكتوبر وكان شيء واعد ومبدأ حل الدولتين أبرزه. هذا 7 أكتوبر التي أتت كانت الحكومة اليمين المتشددة الإسرائيلية كجبتة سياسية وعلى أعتاب المحاكمات وكانت في درجات الضعف الكبرى. أتت هذه العملية لتنقذ نتنياهو والحكومة اليمين المتشدد، يعني الخمينية والإخوانية التي تمثلها حماس بالتكافل والتضامن قد خدما اليمين المتشدد في إسرائيل وانتعش اليمين المتشدد في إسرائيل والتف الشعب حوله، وبسبب 7 أكتوبر سرت عقيدة الأمن الجماعي، عقيدة الأمن إلى العقود القادمة لإسرائيل اهتزت، ولا شك أنها عملية مهمة ورائعة وتدرس في المعاهد العسكرية. راح الخط من عندي. عندما حدثت هذه العملية هي وفرت عنصر المبادرة والسرية والزمان والمكان المناسبين اللذين لطالما صدع رؤوسنا بهما محور إيران، وفرت لهما حماس على طبق من ذهب، لا بل على طبق من ألماس، عنصر الزمان والمكان المناسبين. تخيلي معي ست هاني، لو انخرط هذا المحور مع حماس في هذه العملية، إنما تبين، وهذا يعني لله درك يا غزة، كم أسقطت أقنعة وكشفت وجوه، تبين أن محور إيران بكامله هو أن فلسطين ليست قضية بل مطية يرسم عليها ويؤسس لأذرع وأقدام إيران في المنطقة كي تبيع وتشتري وتشتري بهم كذلك، وهم لا يزالون. لكن طيب سيد يعرب يعني عطفا على ما ذكرته أريد أن أنتقل بسؤالي إلى أستاذ علي، إذا أستاذ علي معنا وسمع اللي حضرتك ذكرته. يعني إذا صحت الفكرة التي تحدث بها أستاذ يعرب، هل ممكن أن يضحي النظام الإيراني بنفسه الآن ويصبح في مواجهة مباشرة مع الجانب الإسرائيلي بهذا الشكل الذي نشهده، أو الضربة التي منتظرة الآن من جانب إسرائيل كيف سيتعاطى أيضا معها الجانب الإيراني؟ السؤال لي؟ لا لأستاذ علي، ردًا على كلام حضرتك. يعني من أين تصح يا تهاني وما سمعته هو مجرد أضغاث وأحلام؟ بالتأكيد الموضوع مقاربته تختلف بشكل جذري، باعتبار أن أولا البحث عن المصالح يتم من خلال الشراكة، لا يتم من خلال الحروب، وبالتالي نسف مكونات سياسية أساسية ومن ثم إعادة الأمور إلى نقطة الصفر. بمعنى أن مسألة النضال الفلسطيني مسألة دائمة ومستمرة، سواء كانت حماس أم ذهبت حماس. حماس مواليد جديد في التاريخ السياسي النضالي الفلسطيني. طالما أن هناك قضية، طالما أن هناك مقاتلون ومقاومون وفدائيون، هذا نتيجة حتمية، يعني لا مهرب منها. لذلك أقول لو كانت المسألة لها علاقة بلعبة المصالح والممر الاقتصادي، وبالتالي هناك طبعا مسألة حيوية الآن، الغاز الموجود على ساحل غزة، لكن أعتقد كانت الشراكة تتم حماس. يعني لماذا هم يريدون تدمير حماس إذا ما كانت حماس عين ساهرة على هذه المصالح؟ وبالتالي هناك تقاطع كبير ما بين قطر وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وتستطيع قطر من خلال علاقتها مع حماس أن تدوزن هذه العلاقة وبالتالي هذه المصالح، لا 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 ضير في ذلك. وبالتالي تركيا، يعني تركيا هي أم الإخوان، وأردوغان الآن هو المرشد الأساسي للإخوان المسلمين، وحركة حماس ليست خمينية،
حركة حماس إخوانية، وبالتالي علاقتها مع إيران علاقة تحالف مصلحة، تدعمني بدعمك، أما قناعة عقيدة وارتباطا ارتباط بالإخوان بأردوغان. ولذلك نحن نرى بأن الإخوان وقفوا على التل كما قال معاوية، كما قال ليس معاوية طبعا، قال إنه الوقوف على التل أسلم، فالإخوان وقفوا على التل لم يحركوا ساكنا، وبالتالي تركوا فصيلهم العسكري لوحده. بعكس ليست إيران، من إيران دافعت عن حماس فكيف تترك حزب الله الذي هو من ضلعها؟ لذلك هذا المقاربة في هذه الموضوعات تفتقر بشكل أو بآخر إلى المعرفة الحقيقية. هناك ارتباط ما بين حزب الله وحركة وإيران، ارتباط من سنخ الدم والشريان والوريد. لذلك لا نقول بأن إيران تبيع وتشتري، ممكن أن تبيع وتشتري بغير حزب الله، ولكن بحزب الله الموضوع مختلف. هذا الحزب وهذا التنظيم علي للي حصل تنتمي بشكل أديولوجي وعقائدي. طيب احنا مش عايزين نرجع، احنا لا نريد ان نرجع الى الخلف في التحليل، ولكن طبعاً زي ما حضرتك ذكرت انا لا تفسر. انا اقول انا اوضح تفسر. انا اوضح الان اوضح نعم. الان ما تم نقله. طيب نعم. كيف حضرتك ايضا وضح لنا اذا كان هذا الارتباط الوثيق ما بين ايران وحزب الله في اختراق موساد كبير داخل ايران، ربما يريد ان يخلص ايران من هذه الاذرع، ربما يعني هي نظريات حتى الان، هي ليست اراء مطروحة، ربما يريد الاختراقات الموجودة في الداخل الإيراني، ربما لا ترغب بأن يكون هناك أذرع إيرانية مستمرة في المنطقة، ربما إيران تريد النأي بنفسها. في تفسير للي حصل لحزب الله؟ الاغتيالات بهذه السهولة بهذه الدقة التي قامت بها إسرائيل بحق الحزب، هذه أيضا يعني تترك علامة استفهام كبيرة. طيب تهاني بالله عليك بدي أسألك سؤال. تفضل. وبقولوا أهل المناطق أهل المنطق بقولوا ضرب المثل يضرب ولا يقاس. هل إسرائيل هل أمريكا بتبيع إسرائيل؟ هي دراعها في المنطقة، هي حليفها الأساسي في المنطقة. ها أحسنت أحسنت. ولكنها أحسنت ولكنها تدافع كيف عن إسرائيل. كيف يمكن لإيران؟ ولكنها أيوة اشرح لي طبعاً. إذا عملت هذه المقاربة اشرح لي. طبعا 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 نعم نعم. لا لا ألم تجدي أن هناك تباين كبير ما بين الإدارة بايدن وبين نتنياهو وبين اليمين الإسرائيلي؟ ألم يكن هذا واضحا وجليا بغض النظر الآن؟ لأن أنت تعلمين أن الموضع في إيران مختلف عن التركيبة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية موزع على مجموعة قوى. نعم. أما في إيران بيد شخص خامنئي، فالتوجه السياسي يكون توجه واحد، لا يوجد توجهات يستفيد منها العدو الإسرائيلي. يعني الآن إسرائيل تستفيد من المكونات التي هي التي تنتج القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني صناعة القرار السياسي لا تنتجه فقط البيت الأبيض، هو صناعة مجموعة كبيرة في 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 الإدارة الأمريكية، في الإعلام، في السياسة، في الكارتل النفطي، في المالي، في الصهيونية، في اللوبيات. نعم. في مراكز القوى، في 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 كونغرس. فإذا حتى ترامب الآن يستطيع أن يلعب دور أساسي في صياغة الموقف السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. أما في إيران فالوضع مختلف. لذلك عندما نقول أن هناك تباينات في السياسة الأمريكية الإسرائيلية، هذا يعني التباين بين بايدن وبين نتنياهو، لا ليس على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية كولايات المتحدة الأمريكية، بل بالعكس قد يكون هناك من بفريق بايدن أن يدعم نتنياهو ويختلف مع بايدن في هذا المجال. وكذلك الأمر، هناك مراكز رأي تؤيد نتنياهو في عمله، وهي سعيدة لما يجري وتدعمه في المال. نعم. وفي الإعلام. طيب. وتفتح له كثير مفتوحات. في إيران تختلف المسألة. لذلك عندما نقول بأن إيران لا تبيع حزب الله أول شيء على مستوى المصالح، حزب الله ركن أساسي في البعد العربي لإيران في منطقة الشرق الأوسط، هي بدون حزب الله لا تستطيع أن تدخل إلا عمق العربي. هذا واحد. هذه مصالح بدي أحكي، بديش أحكي ارتباط لا ديني ولا عقائدي ولا فقهي ولا شرعي. نعم. ولا تاريخ. خلينا شفافين. بدي أحكي شفافين. مصالح. عم بحكي كي مصالح. البعد العربي لإيران وين موجود؟ موجود في القضية الفلسطينية. بدون القضية الفلسطينية ما في بعد عربي لإيران. وموجود من خلال حركات المقاومة. بدون حركات مقاومة ما بتقدر إيران أن تكون لها موقع قدم في الشرق الأوسط، لأنه إيران فارسية
هذه واحد، واثنين لها مذهب شيعي، اثنين ما بيصلحوا، اثنين وما بيساعدوها على انه يكونوا ان تكون قويه في منطقه مسيطر عليها النفوذ السني من جهه وبالتالي العربي. فاذا هي دخيله على هذه المنطقه، لذلك هي لا يمكن ان تبيع احدا من الذين تتحالف معهم، وخاصه ضلعها الاساسي حزب الله. يعني هذا امر لا، هو احنا ما بنتكلم انه هي تبيعه على فكره، احنا ما بنتكلم على انه هي تبيع. انا عم رد على عن بيع عن البيع والشراء، عن البيع والشراء. لا دي المرحله احنا بقول كل المصالح. طب انا بس اسمح لي عشان الوقت، انا علشان الوقت بس اسمح لي علشان الوقت، احنا ما بنتكلم على انه ايران باعت حزب الله، ولكن حتى الان هي لم تتحرك، لم تحرك ساكن في ظل الاغتيالات المتكرره على مدار اسبوع. ايران ما تحركت لتقف مع الحزب، في سبب. انا ما بقول انها باعته، بس تهاني هو السبب. تهاني هو سبب. هذا المحور لماذا يعمل؟ هذا المحور عنده قضيته الخاصه اللي هي لبنان، عنده قضيته انه في مناطق وقرى محتلتها اسرائيل، والفلسطينيين عندهم قضيتهم انه في عدو محتل ارضهم، مش هيك؟ ايران تدعمهم وهن حلفاء لايران. ايران كمان عندها قضيه، أنها تريد أن تكون قوة أساسية في منطقة الشرق الأوسط، لا تتحكم في سياساتها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهي تعتمد من أجل هذه القوة الكثير من الوسائل. نعم. منها هذه التحالفات القائمة مع مجموعة محور المقاومة، وبالتالي مع إمكانياتها الاقتصادية، وبالتالي الذهاب باتجاه النووي. الآن المؤامرة التي يريدها يعمل عليها نتنياهو ويريدها بقوة، هو قطع رأس إيران من خلال حرب مفتوحة مع إيران. هل تذهب إيران إلى هذه الحرب وهناك 40,000 جندي في المتوسط الأمريكي؟ هل تخوض حربا إيران ضد أي كان؟ نعم. ضد من أجل حزب الله أو من أجل حماس أو من أجلها؟ نعم. مع أمريكا ومع فرنسا ومع بريطانيا ومع إسرائيل، هذا جنون. خلي هذا جنون. يعني لا أحد يفعل. لو كانت المعركة مع إسرائيل ولم تتدخل إيران، نعم، لقلنا معكم بأن إيران تبيع نفسها ولا تبيع حلفائها. طيب خلينا ننتقل لسؤالك، لأن الوقت داهمنا. أستاذ علي، لا نريد أن ننهي الساعة قبل أن نأخذ باقي محاورنا. الرد من سيد يعرب، تفضل سيد يعرب تجاوب. هل ممكن إيران فعلا تقبل بأن تفتح هذه الجبهة الجنون كما وصفها أستاذ علي مع القوات الدولية، الولايات المتحدة، فرنسا، إسرائيل؟ أولا مع احترامي وتقديري سيد علي، نحن نتكلم بواقعية بعيدا عن المثالية والأيديولوجيا، وما نراه وما نحلله نقوله. نحن لسنا بحاجة لتقارير من هنا ومن هناك، نحن نشاهد ونتكلم بما نشاهد، ليس بما نسمع وبما نقرأ. طبعا نرفض قناعاتنا ورؤيتنا بما نقرأه ونسمعه. نعم. لكن دائما نحن نتكلم بواقعية. إذا قلنا أن هذا الحشد والقبض القضيد الأمريكي التي أتى في أعقاب 7 أكتوبر إلى منطقة الشرق الأوسط، والذي لم نرى مثله إلى عشية الحرب على العراق، طبعا هناك استراتيجية أمريكية أساسية في الشرق الأوسط، أساسها كانت أيام كارتر. نعم. أمن الطاقة، أمن الخليج، وأمن إسرائيل كله متغير إلا أمن إسرائيل فهو الثابت دائما. طبعا بعد أن اكتفت أمريكا بالنفط الصخري وصار عندها المخزون للخمسين سنة القادمة بالنفط، يعني هذه سياسة أوباما تخلت جزئيا عن الشرق الأوسط، لكن بقي أمن إسرائيل هو الثابت الأساسي دائما. عندما اهتز أمن إسرائيل بفعل 7 أكتوبر، وهذا 7 أكتوبر يعطي درسا لكل المحور، ونادى وحدة الساحات. نعم. التي بلعت أمتنتها وجبنت وتهيبت وتنكرت للموضوع، كانت الفرصة الذهبية وأشدد عليها. نعم. طبعا هذا القض والقضيض الذي أتى سوف يزيد الطين بل عند كامل هذا المحور، لأنه إذا أقدم كانت له الفرصة أن يقدم قبل أن يأتي هذا الحشد، لكن بعد أن أتى هذا الحشد طبيعي هو من مصلحته الآن. نعم. أن ينكفئ
ويداري الوقت. أشكرك من بيروت. معليش أنا أسفة بس انتهى الوقت، يعني كان لازم نسمع كافة الأطراف، بس أكيد أنت ضيف معنا دائما. شكرا جزيلا من بيروت العميد الركن المتقاعد يعرب صخر، الباحث في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي، وأيضا ضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي علي السبيتي. شكرا جزيلا لكما. في غزة توجه المدنيون من المناطق التي تنفذ بها إسرائيل عمليات عسكرية في شمال القطاع إلى مراكز إيواء ومنها ملعب اليرموك. احنا نزحنا من عند أبو اسكندر، طلبوا رموا علينا مناشير وقالوا لنا اطلع، احنا طلعنا وهينا جينا على ملعب اليرموك ورحنا على المدارس، فلقينا المدارس مليانة وممتلئة كتير وزحمة وما فيش مكان ان احنا نقعد فيه، وكمان ملعب اليرموك هيو كمان كتير مليان ناس. طب احنا وين نروح؟ وين نروح في صغارنا؟ وين نروح في الكبار السن اللي معانا؟ ولا في مأوى منيح ولا في دار انك انت تلجأ عليها، قصف هنا وقصف هنا، طب احنا ايش نسوي؟ اللي صار معانا كان من قبل 8 أيام، كنا نايمين في رعاية الله، ما تفاجأنا إلا الغارات للسلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية، وما كنا نعرف شو اللي بيصير معانا. فأنا كان اليوم هنمنا، فتفاجأنا إلا قالوا تغول الجيش الإسرائيلي بالدبابات والآليات، فصار ضرب قذائف عشوائي، ضرب السلاح الجو، يعني كان عندنا إطلاق النار زي المطر. فما نلقاش لنا مأوى إلا أجينا على ملعب اليرموك على بنائنا وحنا فيه، وأكثر من 50 عائلة خلف الموجودين فيه في الخيام، وما يعني زي ما أنت شايف معنا أطفال صغار، يعني هذا الطفيل رضع عمره في اليوم 10 أيام، هذا الطفيل عمره 10 أيام زي ما أنت شايف. إذن قصص أخرى مؤلمة تتكشف، فأطفال غزة تأذوا كثيرا بسبب التصعيد الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر العام الماضي. تفاصيل مروعة عاشها أطباء خدموا في القطاع في قطاع غزة طيلة فترة الحرب بين إسرائيل وحماس، رووها إلى صحيفة نيويورك تايمز. أطباء غزة أكدوا للصحيفة الأمريكية معاينتهم كل يوم تقريبا أطفال مصابين بطلقات نارية في الرأس أو الصدر. الطبيب الأمريكي محمد رسول أبو نوار قال إنه عالج 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و12 عاما مصابين بطلقات نارية في الجمجمة. من جانبه أفاد طبيب العظام مارك بيرل مالتر برؤية 10 أطفال أصيبوا برصاصات في الرأس والصدر. بدوره قال الطبيب عرفان جالاريا إنه حاول معالجة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و8 سنوات أصيبوا برصاصات في الرأس، لكنهم توفوا جميعا. أما الدكتورة رانيا عفانة فروت للنيويورك تايمز حالة طفل مصاب بطلق ناري في فكه، وأنه كان مستيقظا تماما ومدركا لما يحدث، وكان ينظر إليها وهو يختنق بدمه أثناء محاولتها سحب الدم باستخدام وحدة شفط مكسورة. أما الطبيبة خواجة إكرام فقد شرحت الرعب الذي شهدته قائلة إنها شاهدت طفلين عمرهما 3 و5 عاما مصابين بثقب في رأسيهما نتيجة الرصاص المباشر. طبيبة التخدير والعناية المركزة أهلية قطان قالت لصحيفة نيويورك تايمز إنها شاهدت رضيعة عمرها 18 شهرا مصابة بطلق ناري في رأسها. الأعداد التي تصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى العودة أعداد مهولة جدا من المصابين بشكل يومي، نقوم بإجراء عشرات العمليات الجراحية، تعمل طواقم العمليات لأكثر من 16 ساعة يوميا لإنقاذ حياة المواطنين في شمال قطاع غزة. نحن في مستشفى العودة نعاني بشكل حقيقي من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ونقص حاد بل صفر من المخزون من الوقود، نعمل في ظل ظروف صعبة جدا ومعقدة جدا. مستشفى النصر للأطفال وهو المستشفى الأكبر لتقديم خدمة الأطفال مدمر بالكامل ولا يمكن إعادة ترميمه حسب الحجم الدمار الموجود. عشان الصلوار يرضى. حضر إلى مستشفى العودة منذ صباح هذا اليوم ما يزيد عن 45 مصاب، وبصراحة غرفة العمليات لا تستطيع أن تقدم خدماتها إلى المواطنين الذين يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهدافهم. يا
ننتقل الآن إلى غزة، وينضم إلينا دكتور محمد شاهين، أخصائي جراحة عظام في مستشفى شهداء الأقصى. أهلا بك معنا دكتور محمد. يعني في الحقيقة يعني لا أعلم من أين أبدأ معك، ولكن أريد أن أعرف وأيضا المشاهدين يعرفون الأمور التي شهدتها ويعني كانت تحت يدك للعلاج، الإصابات التي عالجتها كيف كانت في قطاع غزة؟ طبعا الجميع يعلم بشأن الحرب الضروس التي يشنه علينا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وحجم العمل الذي يبذله ويقوم به الأطباء في قطاع غزة، وحجم المعاناة التي يواجهونها في ظل الحصار المفروض ونقص الإمكانات وشح الإمكانات وعدم توفر العديد من المستلزمات الطبية والمستهلكات الطبية التي تساعدنا على إجراء العمليات أو حتى على استقبال الحالات في قسم الطوارئ. هناك عدد مهول من الإصابات يأتي تباعا إلى مستشفى شهداء الأقصى. منذ الصباح استقبل مستشفى شهداء الأقصى العديد من الإصابات من استهدافات الاحتلال في مخيم البريج والنصيرات وغيرها. الإصابات مختلفة الأنواع والأحجام والأشكال. أكثر الإصابات التي تأتي إلى المستشفى تأتي من الأطفال والنساء، مما نشاهده في استهداف الأطفال ومن الجروح العميقة والكسور المتهتكة والعمليات البتر وفقدان الأنسجة وفقدان الأربطة والعضلات وفقدان الأوتار، مما يضطرنا أحيانا إلى بتر الكثير من الأعضاء، الأعضاء العلوية أو الأعضاء السفلية للطفل أو للجريح المصاب. هناك أعداد مهولة، لا نستطيع السيطرة على هذه الأعداد وعلى حجم الإصابات نتيجة نقص الإمكانات وضعف وشح هذه الإمكانات والمستلزمات الطبية التي يمنع الاحتلال إدخالها إلى قطاع غزة في الوقت الحالي. نعم، مستشفى شهداء الأقصى هو من المستشفيات التي أيضا شهدت عدد كبير في محيطه على الأقل استهدافات من الجيش الإسرائيلي. كيف تعملون؟ الطاقة الاستيعابية التي تعملون بها، عدد الأسرة، سيارات إسعاف، غرفة الطوارئ، ضعنا في إطار ما يجري. العمليات، أين تقومون بعمل هذه العمليات؟ مستشفى شهداء الأقصى يعتبر مستشفى صغير نسبيا مقارنة بالمستشفيات الأخرى العاملة حاليا في قطاع غزة. السعة السريرية لمستشفى شهداء الأقصى ما قبل الحرب كانت لا تتجاوز 200 سرير فقط كحد أقصى، أما خلال العدوان الإسرائيلي في هذه الأيام هناك حوالي ما يقارب 600 مريض منوم داخل مستشفى شهداء الأقصى. نحن نضع ما بين كل مريض ومريض نضع مريض لكي يستطيع استيعاب الكم الهائل من المصابين، ولقلة المستشفيات العاملة ولضغط الحالات والإصابات التي تأتي إلى المستشفى. العمليات التي نقوم بها، هناك خمس غرف عمليات موجودة في المستشفى. الخمس غرف لو أتيت إلى مدار الساعة على مدار الساعة فهي ممتلئة، سواء حالات غيار في العمليات تحت تأثير التخدير والبنج لعمق الجروح وكبرها، ولا يستطيع المريض تحمل ما نقوم به بدون أن نخدر المريض وننومه، تتم عمليات الغيار في غرف العمليات، وأيضا يتم عمليات استكشاف البطن والعمليات الجراحية وعمليات العظام بكافة أشكالها، ولكن بين قوسين حسب الإمكانات المتاحة. نحن فقدنا كثيرا من المستلزمات والمستهلكات الطبية، وذلك لعدم إدخال ما هو جديد على هذه الأصناف. يعني المخزون اللي موجود عندنا تقريبا شارف على الانتهاء، ولذلك نحن نعمل بأقل الإمكانات المتاحة وأقل الموارد الموجودة في المستشفى. قسم الطوارئ قسم صغير لا يستوعب الكثير من المرضى، ولكن إذا دخلنا إلى قسم الطوارئ الآن نجد أن أغلب الأسرة مشغولة بالمرضى المنومين. نحن ننوم ونبيت مرضانا المدخلين في قسم الطوارئ لعدم توفر الأسرة والأماكن في المستشفى. دكتور محمد، كيف تتعاملون مع الحالات الحرجة؟ أتحدث هنا عن الإصابات المزمنة، مرضى السرطان، الكبد الوبائي، وأيضا بالنسبة للنساء الحوامل باختصار إذا سمحت. طبعا نتعامل مع الإصابات الخطيرة أو الأمراض المزمنة، بحيث مستشفى شهداء الأقصى لا يوجد به قسم أورام. نحن نحول هذه الحالات إلى مستشفى آخر ليتم عمل لها تحويلة، أو إذا توفر لها بعض العلاج في المستشفيات يتم أخذه سواء في مستشفى ناصر المجمع ناصر الطبي أو في مجمع الرازي الطبي. هكذا يتم التعامل معهم، ولكن بدرجة أولى نحن نكتب لهم تحويلة للعلاج بالخارج لعدم توفر العلاجات والأدوات اللازمة لعلاجهم في قطاع غزة. ولكن كما تعلمون معبر رفح
مغلق ولا يتم إخراج المرضى ولا حتى المصابين ولا حتى الإصابات المهددة للحياة، لا يتم إخراجهم عن طريق المعبر، فالمعبر مغلق وهؤلاء الناس يواجهون مصيرهم في أغلب الأحيان بالموت. الله يساعدهم إن شاء الله. شكرا جزيلا ويساعدكم على هذه المهنة الصعبة في ظروف أصعب من غزة. الدكتور محمد شاهين أخصائي جراحة عظام في مستشفى شهداء الأقصى، شكرا جزيلا. مشاهدينا شكرا لكم على كرم المتابعة. انتهت الساعة الأولى، دقائق ونعود ونلقاكم في الساعة الثانية، ابقوا معنا، في أمان الله.
إسرائيل تنشر فيديو لأسر عنصر بحزب الله داخل نفق جنوب لبنان. تل أبيب توسع عمليتها البرية جنوب لبنان، وحزب الله يقول إنه أوقع قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي. الإعلام الموالي لإيران يبدأ الترويج لاستعدادات عسكرية حوثية لمعركة بحرية مباشرة مع إسرائيل. حزب الله طلب مهلة وحماس أرادت مالاً إيرانياً، وطهران نفت وثائق الحركة تكشف خفايا 7 أكتوبر. رصاص بجماجمهم وصدور الأطفال، أطباء يروون فظائع عاينوها في مستشفيات غزة المدمرة. بكم من جديد. أعلن حزب الله أنه أوقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في بليدة جنوب لبنان بعد اشتباك من مسافة صفر. إلى ذلك نشر الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها لأسر عنصر من حزب الله داخل نفق جنوب لبنان. توعيك لبرا على الباب المنهرة. أيوة يلا اطلع قبل ما تروح حياتك. شو هاي الورقة اللي كان في ايدك؟ هاي البيضة ها؟ كلسات؟ بدك سيجارة مع قهوة. اطلع $5,000. طلع ايديك شوي شوي، طلع ايدك الثانية، اطلع شوي شوي، اطلع شوي شوي، اطلع شوي شوي، اطلع شوي 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 شوي، اطلع شوي شوي بطل. ايديك لف راسك، ايديك على راسك، ايديك على راسك، على راسك، اطلع من عندي لعندي. لعندي لعندي لعندي. قبل ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلال الساعات 24 الأخيرة ما يقارب 200 هدف تابع لحزب الله في لبنان. من حيفا ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. أهلا بك معنا زياد. أولا أريد أن أسألك عن العنصر من حزب الله الذي تم أسره إلى داخل إسرائيل لاستجوابه كما نشر الإعلام الإسرائيلي، وأيضا الجانب حزب الله يتحدث عن قوة أوقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في بليدة جنوب لبنان. التفاصيل أيضا من الجانب الإسرائيلي حول هذه العملية. هذا صحيح، الجيش الإسرائيلي قال إنه أسر مقاتلا من حزب الله في أحد الأنفاق ونشر الفيديو كما بينتم قبل قليل، وبالتالي هذا الأمر يبقى واردا دائما في مثل هذه الاشتباكات والمواجهات تجاه الجانبين، وهذا ربما ما يقلق الإسرائيليين. قبل أسبوع إسرائيل قالت إن حزب الله حاول أسر جثة ضابط بعد أن قتل في اشتباك مع حزب الله. الآن هناك اشتباكات تدور منذ ساعات الصباح، هذا صحيح جدا ومن مسافة قصيرة للغاية وفق ما يتحدثون فيه في إسرائيل. نحن هنا في مدينة حيفا على الأقل رصدنا 3 إلى 4 مرات مروحيات عسكرية إسرائيلية تقل جنودا إلى مستشفى رامبام اللي هو مستشفى عسكري وهو الأكبر في الشمال. هذا يدلل على وقوع عدد كبير من الجرحى. هناك معلومات غير مؤكدة أيضا عن مقتل جنديين على الأقل. نعم، طيب بجانب التطورات الميدانية الأخرى كيف هي رشقة الصواريخ التي تأتي من جانب حزب الله؟ هل لا تزال تحافظ على نفس العدد، على نفس التتابع بين فترة وأخرى، أم قلت بعد يعني بعد هذه التحشيدات العسكرية على الجنوب اللبناني؟
لا عمليا لم تقل، والسبب كما سبق وشرحنا بأن لا قيمة للعملية البرية المحدودة التي تشنها إسرائيل فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ. الصواريخ تطلق عادة من مسافات في العمق أكثر وليس من نقطة تماس مع الحدود، لهذا عمليا لم تتأثر قدرة حزب الله في هذا الإطار على الأقل من حيث إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل، الجليل الأعلى، الجليل الغربي كما حدث اليوم، وصولا إلى حيفا وضواحيها على الأقل مرتين كما لاحظنا هنا في هذه المنطقة. جرى اعتراض عدد من الصواريخ وصواريخ أخرى سقطت. أحد الصواريخ سقط بالقرب من قاعدة عسكرية في إحدى الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة حيفا. بالتالي نعم، حزب الله يحافظ تقريبا على نفس كمية الصواريخ اليومية، نحو 200 صاروخ فقط في يوم الغفران الذي كان بالأمس عمليا في 24 ساعة الماضية. إسرائيل قالت إنه ضرب 320 صاروخا وقذيفة، بمعنى زاد الثلث في الاستهداف. طيب، حزب الله أعلن عن استهداف قاعدة طيرة الكرمل جنوب حيفا. هذه ربما هي المرة الأولى التي يستهدفها حزب الله. أهمية هذه القاعدة وكيف كان الاستهداف؟ هل أوقع ضررا أم تم اعتراضه؟ عمليا هناك أضرار في محيطها، ليست قاعدة استراتيجية هذه القاعدة. هناك عشرات إلى مئات القواعد في هذه المنطقة مليئة بالقواعد العسكرية وبالصناعات العسكرية أيضا، وبالتالي هذه الاستهدافات عادة تؤدي إلى أضرار مادية. إسرائيل أيضا وضعت بطاريات اعتراض قريبة من هذه المواقع الاستراتيجية كما ترين حيث نحن على الأقل. هناك 4 إلى 5 بطاريات اعتراض في خليج حي بسبب وجود الميناء والقواعد العسكرية التي نتحدث عنها. نعم، صحيفة يدعوت أحرنوت تقول بأن نتنياهو وسكرتيره العسكري غادرا اجتماع الحكومة بعد دقائق قليلة من بدئه. أولا، اجتماع الحكومة كان عن ماذا، ولماذا تمت المغادرة؟ هل في معلومات تسربت عن أي خلافات، ربما على ماذا أيضا؟ لا يوجد خلافات. جلسة الحكومة جلسة عادية، كل يوم أحد تجري هذه الجلسة عمليا، وكما سبق وقلنا لا يجري بحث تفاصيل الضربة لإيران في أطر واسعة كالحكومة ولا حتى في الحكومة المصغرة، وإنما فقط في أمور ضيقة أكثر بين رئيس الوزراء وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط، خشية من التسريبات وضياع عنصر المفاجأة بالنسبة لإسرائيل. ليس مفهوما لماذا غادر نتنياهو وسكرتيره العسكري الجلسة. حدثت مرات عدة في السابق عندما يتلقى مكالمة هاتفية مهمة أمنيا أو يكون هناك اغتيال أو شيء أو عملية أمنية، عادة يأخذ حتلنا بعيدا عن الوزراء. بطبيعة الحال من سرب هذا الأمر قريب من نتنياهو وقد يحمل اسمه. نعم، شكرا جزيلا من حيفا، مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، شكرا جزيلا لك. وإلى بيروت وصلت أول طائرة مساعدة سعودية تحمل 40 طنا من المواد الإغاثية والطبية، يرافقها فريق إغاثي، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم متضرري حرب لبنان. من مطار بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث رينا دويهي لتطلعنا على مزيد من التفاصيل حول الجسر الجوي الإغاثي لمتضرري لبنان من المملكة العربية السعودية. تفضلي رينا. نعم تهاني، نحن في مطار بيروت الدولي، بالفعل وصلت قبل قليل أول طائرة من الجسر الجوي الإنساني السعودي تحمل المساعدات الإغاثية من المساعدات الإيوائية والعينية والطبية أيضا، إلى جانب وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، ومعه سنطلع على المزيد. مرحبا. هذه طبيعة هذه المساعدات اليوم، كيف سيتم توزيعها، التنسيق فيما بين الرقابة والشفافية في توزيعها أيضا؟ يعني بداية أنا بحب انتهز هالفرصة لأقول الجسور بين المملكة العربية والسعودية ولبنان لم تنقطع يوما، وهذا الجسر الجوي اللي اليوم عم نشوفه هو جسر من هذه الجسور التي تدعم صمود الشعب اللبناني وتدعم صمود لبنان تجاه الأزمة اللي عم تمرق ولمرور هذه المرحلة. واللي بنعرفه أنه اليوم نحن هذا الجسر الجوي سيستمر بوصول تقريبا يوميا طائرة بحجم الطائرة اللي وصلت اليوم، ما يقال
يقارب تقريبا 30 ل 35 طن من المساعدات على أشكالها بما فيها الدوائية والإيوائية وغيرها، وسيتم فورا هذه المساعدات توزيعها على هيئة الإغاثة ولجنة الطوارئ لتوزيع على كافة المناطق اللبنانية اللي حيصير من بعدها توزيع ميداني من خلال المحافظين واتحادات البلديات. طبعا هناك آلية تعتمد بكامل وبغاية الشفافية ستكون مراقبة من قبل الحكومة ومن قبل المدققين لنضمن أن هذه المساعدات عم توصل لكل أصحاب الحق ولكل من يحتاج لها. اليوم لبنان تخطى عتبة 1,300,000 نازح، بينهم 180,000 مراكز الإيواء. إلى أي حد هذه المساعدات يمكن أن تسد يعني من العجز أو بعضا من العجز أمكن القول؟ طبعا هذه المساعدات اليوم لبنان ويعني النازحين المتضررين من العدوان بأمس الحاجة لكل هالمساعدات اللي عم توصل، لأن ظروفهم صعبة. هذه عائلات بكاملها هجرت من مدنها ومن قراها، ففعلا هذه حتكون هالمساعدات هي صمام الصمود لا اجتياز هذه المرحلة، لأنه من دونها أكيد الوضع صعب كتير. اليوم أيضا يعني قيمة كبيرة لهذه المساعدات على المادية يعني، وأيضا يعني نتوقف عند القيمة المعنوية من وقوف الدول على رأسها السعودية اليوم، ولكن أيضا وصلتنا مساعدات من كافة الدول الصديقة للبنان إذا أمكن القول. طبعا ما في شك، نحن اليوم يعني الجسور العربية كلها فتحت أبوابها جويا ودبلوماسيا وسياسيا تجاه دعم لبنان للخروج من هذه الأزمة. طبعا ما فينا على سبيل المثال ولا حصر، اليوم نحن عنا أيضا دولة قطر، دولة الإمارات، جمهورية مصر العربية، الأردن، العراق الشقيق، كل الدول العربية اليوم مدت يدها إلى لبنان وواقفة إلى جانب لبنان، ومن أدي لهم تحية كتير كبيرة من عبر شاشة العربية. هل ستذهب هذه المساعدات في الدرجة الأولى إلى النازحين في مراكز الإيواء؟ ستقسم هذه المساعدات بين مراكز الإيواء وبين عدد كتير لا يستهان فيه أيضا بالمنازل، يعني ستكون موزعة بشكل مدروس كتير كبير على كافة النازحين. وهذا سيكون بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية طبعا سيكون بالتنسيق بالباب الأول مع الحكومة اللبنانية ولجنة الطوارئ الوزارية. شكرا لك على كل هذه المعلومات. إذا تهاني يعني نحن نستعد لأن نشهد على تفريق حمولة هذه الطائرة تمهيدا لفرزها ومن ثم لتوزيعها على مختلف المراكز. هذه العملية قد تأخذ بعضا من الوقت يعني بما أنه حتى الكثير من المراكز خارج نطاق العاصمة بيروت. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات من مطار بيروت مراسلة الحدث ريناد ويهية. قال قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني إن طهران ترفض أي تصعيد أو حرب بالمنطقة. في الأثناء أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتلقي رئيس الموساد إشارة مهمة من إيران وحزب الله بشأن التسوية. ووفقا للإذاعة فإن رئيس الموساد أكد أن إيران تتحكم بزعيم حماس يحيى السنوار وبأن الضغط عليها سيسمح بصفقة تنهي الحرب وتعيد الرهائن من غزة. وفي لبنان شدد المسؤول الإسرائيلي على ضرورة استمرار العمليات، ويرى بأن التسوية مع حزب الله يجب أن ترتبط بصفقة الرهائن بحسب الإذاعة. الضربة الإسرائيلية التي وجهت لحزب الله في لبنان بدءا من وسائل التواصل إلى اغتيال القيادات دفعت بإعلامه وحلفائه إلى تصعيد لهجة التهديد. الإعلام الموالي لإيران بدأ بالترويج لاستعدادات عسكرية حوثية لمعركة بحرية مباشرة مع إسرائيل، ونقل عن الحوثيين أن البحرية الإسرائيلية والأمريكية في البحرين الأحمر والمتوسط ستكون أهدافا لعملياتهم. وأضاف الإعلام الموالي لإيران أن ما وصفته بالجهد العسكري قد يكون بمشاركة فصائل العراق المسلحة وحزب الله في لبنان، وأن القرار الحوثي يترقب أي مشاركة أمريكية مع إسرائيل في الرد على إيران لتصعيد عملياته وفق الإعلام نفسه. بعد الأنباء التي تحدثت تارة عن مقتله في بيروت وأخرى عن التحقيق معه، وصف حسين شريعة مداري ممثل خامنئي في صحيفة كيهان عدم رد الحرس الثوري على الشائعات حول غياب إسماعيل قاآني بأنه نجاح باهر، وأضاف أن الحرس الثوري لم يخفي عنه شيء لكنه لم يرد على أو لم يرد على أي من الشائعات وترك العدو في حالة من الارتباك والحيرة.
على وقع كل هذه التوترات وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة يلتقي خلالها بنظيره العراقي فؤاد حسين وعدد من المسؤولين العراقيين البارزين لمناقشة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عراقجي سيتوجه بعدها إلى عمان ثم إلى القاهرة حاملا معه رسالة مكتوبة من الرئيس مسعود بزشكيان. وزير خارجية إيران قال في وقت لاحق إنه لا خطوط حمراء عند الدفاع عن مصالح طهران وشعبها. وليس بعيدا عن تطورات المنطقة التي تزداد تعقيدا، كشفت صحيفة بوليتيكو عن اعتقاد رائج داخل الإدارة الأمريكية يقول إن إيران لا تزال تواصل مساعيها لاغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، تعتبر أنهم على صلة بعملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني وعلى رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب. ونقلت الصحيفة عن مشرعين حاليين وسابقين وعناصر من جهاز الخدمة السرية ومسؤولين كبار في الإدارة الحالية، نقلت عنهم أن هناك حوالي 12 شخصا من مساعدي الأمن القومي في الإدارة السابقة على قائمة الاغتيالات الإيرانية، وعلى رأس هؤلاء إضافة إلى ترامب وزير الدفاع السابق مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي ورئيس وكالة الأمن القومي بول ناكاسوني. وتنقل الصحيفة عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت إن الإدارة الحالية تعتبر تهديدات إيران مسألة أمن قومي وأمن داخلي ذات أولوية قصوى. وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت أي مواطن أمريكي. لمناقشة هذا الموضوع من عدن ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح، ومن بغداد معنا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية سرمد البياتي، وأيضا معنا من واشنطن الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس، وأيضا معنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي بران. أهلا وسهلا بكم جميعا. نحاول أن نغطي كافة المحاور لأنها جميعها مشتركة فيما يجري الآن. سأبدأ من اليمن، من عدن العميد الركن ياسر صالح، إلى أي مدى قادرة الميليشيات الحوثية بعد أن واجهت تهديدات يقال بأنهم انتقلوا عبد الملك الحوثي ومن معه إلى كهوفهم في صعدة، هم الآن قادرون على نقل هذه المعركة واستهداف سفن تجارية في البحر المتوسط وليس البحر الأحمر؟ نعم، حقيقة عندما نتحدث عن هذه التهديدات أو عن مسار هذه العمليات وحقيقة ما يروج له الإعلام الإيراني وأيضا الإعلام الحوثي، هو في سياق استراتيجية المصدات التي انتهجتها إيران منذ بداية تأسيس هذه الأذرع الإيرانية في المنطقة، وبالتالي هي اليوم تجني حصاد استثمار 45 عاما في هذه الأجنحة، وبالتالي كل هذه السيناريوهات والخيارات هي متاحة وفي يد نظام الملالي في إيران في استخدامها في أن تكون حواجز ومصدات للجغرافيا الإيرانية. لا شك أن هذه العمليات ستكون في هذا الإطار، وهي بدأت منذ نوفمبر الماضي ولكنها تزداد حينا وتهدأ حينا آخر وفقا للاستراتيجية الإيرانية ووفقا للمصالح الإيرانية. عندما نتحدث عن
عمليات هجومية ممكن أن تحدث في 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 إيران، فإننا نتحدث بأن هذا المسار ذاهب إلى التصعيد. عندما ذهبت المعركة إلى داخل لبنان شاهدنا أيضا مسارا تصعيديا في هذا الاتجاه. أما مسألة الجغرافيا التي سيتم فيها الاستهداف، سواء البحر الأحمر أو البحر العربي أو البحر الأبيض المتوسط، أنا في تصوري بأن الإمكانية المتاحة هي في البحر الأحمر والبحر العربي، في إمكانية أيضا التأثير المباشر، أي بمعنى أن يكون هنالك قيمة مضافة لهذه العمليات لأنها في مدى نيرانها. ثانيا هنالك الأسطول الإيراني المتواجد هنالك يساعد في تنفيذ هذه الضربات عبر دقة الإصابة في عملية التوجيه، إضافة إلى ذلك أن البحر الأبيض المتوسط هو أقرب إلى الجناح العراقي والجناح اللبناني، ولكن كان في البداية هنالك عدة خطوط حمراء لعدم إقحام جغرافية لبنان في هذه العملية باستهدافات في داخل البحر الأبيض المتوسط، وعدم التصعيد مع إسرائيل إلى مستوى أعلى، كون التأثير سيكون مباشر عندما يتم استهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، فأوكلت إلى الأجنحة البعيدة التي ممكن أن تكون هنالك عدة موانع وعدة صعوبات من أي عمليات رد سواء طيب إسرائيلية أو من التحالفات الأخرى. أنا أفهم منك، أتصور أن التركيز سيكون على البحر الأحمر والبحر العربي. طيب البحر الأحمر والبحر العربي، ولكن الإعلام الموالي لإيران يتحدث عن الاستهدافات الإسرائيلية والأمريكية في البحرين الأحمر والمتوسط. الأحمر في تجربة سابقة في البحر الأحمر، ولكن البحر المتوسط، يعني هل الحوثي لديه الأسلحة التي تستطيع الوصول إلى قواعد عسكرية، إلى سفن عسكرية أمريكية إسرائيلية في البحر المتوسط؟ اعتدنا على الحوثي أن يتحمل أعباء الآخرين، وشاهدناه في مرات عديدة خلال السنوات الماضية يتحدث عن عمليات قام بها، بينما من قام بها هو الجانب الإيراني أو الجانب العراقي في فصائل الوعد الحق وما غيرها. وبالتالي ما هو مخطط اليوم أن تنفذه عناصر حزب الله تحديدا يجب أن يتحملها الميليشيا الحوثية ويعلن عن القيام بها. وبالتالي هنالك تنسيق حصل في الأشهر الأخيرة ما بين المقاومة العراقية وما بين الجماعة الحوثي لتبني العمليات في داخل البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي تنسيق العمليات تحديدا في جرف الصخر إلى البحر الأبيض المتوسط نيابة عن حزب الله، ولكن في التأكيد بأن الاستهداف سيكون من العراق ومن لبنان. طيب سأنتقل إلى بغداد، الباحث السياسي الباحث في الشؤون السياسية والأمنية سيد سرمد البياتي، أهلا بك معنا سيد سرمد. يعني هناك رد ربما يأتي من الجانب الإسرائيلي على الميليشيات التابعة لإيران في العراق، التحسبات العسكرية والسياسية لهذه الخطوة، بالتزامن طبعا السؤال حول أهمية زيارة وزير الخارجية العراق الإيراني إلى العراق. يعني بداية الزيارة ستكون رسمية تماما، يعني من خلال لقاءاته ستكون مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الوزراء ومع وزير الخارجية فقط، لذلك هذه نعتبر هذه زيارات رسمية، يعني ما لن يلتقي مع مثلا قادة فصائل أو يعني ممثلين غير رسميين، لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد بأن هنالك محاولات حثيثة، لأن لو ترين خريطة الزيارة لسيد عراقشي، هو سيذهب إلى عمان، وتعلمين عمان وعلاقاتها يعني مهمة جدا، ثم يذهب إلى مصر، هذا البلدين لديهم علاقات وطيدة وربما يستطيعون التفاهم سواء مع أمريكا أو مع إسرائيل في هذا الموضوع. لذلك بداية هو يريد أن يحصل يعني أن يحصل على دعم العراق، على دعم العراق في هذا الموضوع. دعم العراق متوفر من خلال العمليات الإغاثية، من خلال الحكومة استهجنت قصف جنوب لبنان وقصف غزة وقصف هذه كلها قامت بها، لكنها لن تتدخل كحكومة في أي صراع الآن موجود في المنطقة للظرف الاقتصادي والظرف الداخلي اللي يمر بالعراق. نحن نعاني من الإرهاب أيضا في هذا الموضوع. أما كزيارة، أنا قلت لك بداية توحيد المواقف في هذا الموضوع، لأنه يعتقدون بأنه الضربة الإسرائيلية
اتخذ القرار بها. ويوم أمس رويترز نشرت أيضا مساء نشرت تقرير ربما خطر تتكلم فيه على أنه الولايات المتحدة تؤيد بقاء الضربات على لبنان. المصدر غير رسمي لكنه أكيد هنالك تلميحات على هذا الموضوع. المشكلة أنه ربما إسرائيل ترى تحديد موعد الضربة هو الأخطر، فهل ستكون قبل 5 نوفمبر قبل الانتخابات الأمريكية أم بعد الانتخابات؟ أعتقد هم توصلوا مع أمريكا أنه سوف لن تؤثر على الناخب الأمريكي في هذه الظروف، لكن الإيرانيين يعملون على تجنيب بلدهم مثل هذه الضربة. أعتقد طيب من ممكن أن يتحمل من ربما الفصائل تصب في هذا الموضوع. طيب سيد سرمد، من من الفصائل في مواجهة النيران الإسرائيلية؟ لأنه عندما نتحدث عن الحشد الشعبي هو في أكثر من 119 تحته أو انضوى تحته 119 فصيلا عراقيا تحت إمرة القوات المسلحة، ولكن هناك 44 فصيلا لم ينضموا، هم موالين لإيران لم يكونوا تحت إمرة القوات المسلحة. هنا هل سيكونون هؤلاء في مرمى النيران الإسرائيلية مثلا، أو كيف يقرأ المشهد أيضا من الجانب العراقي؟ يقرأ ممتاز، سؤال ممتاز جدا. العراق كحكومة يحاول، بالمناسبة الحكومة فتحت تواصل مع هذه الفصائل المقاومة الموجودة في العراق. أكو جهود دي يبذلها السوداني، أقولها لك وبكل صراحة، جهود دي يبذلها السوداني بالداخل العراقي من أجل تجنيب العراق قد تكون ضربة محتملة. الضربة لن تكون على يعني المنشآت الحكومية، وربما هنالك خطر في هذا الموضوع، لكن ربما تكون على الفصائل. لذلك إسرائيل أعلنت عن 38 هدف داخل العراق. لذلك تحاول الحكومة من خلال ائتلاف إدارة الدولة ومن خلال تأثير بالإطار التنسيقي أنه إبعاد الضربات عن هذه الفصائل. الفصائل أنا قلتها لك، يعني فصائل واضحة في موضوع مواجهتها إلى إسرائيل وقصفها إسرائيل، يعني حزب الله، حركة النجباء، ربما كتائب سيد الشهداء، هؤلاء هم اللي بالواجهة، يعني هؤلاء هم من يقومون باستهدافه، وذولا يعتقدون تماما بوحدة الساحات، يرون أن وحدة الساحات مع الجنوب اللبناني مع حزب الله مع أنصار الله الحوثيين، هذه وحدة ساحات، وحدة يعتقدون بها. لكنهم لم يطلبوا من الحكومة أن تدخل الحكومة في حرب لمساعدتهم، لا لم يطلبوا ذلك. هم خلص، هم عقائديين، أنت تعلمين بهذا الموضوع. لكنهم أيضا تحاول الحكومة أن تأثر عليهم، تحاول الحكومة أن من أجل تجنيبهم ما تفكر به إسرائيل من ضرب الفصائل. فهذا الإشكال، ده تقوم الحكومة بهالجهود هذه، لكن لحد الآن مستمرة ضربات الفصائل. ربما هم لا يذكرون من الأرض العراقية، لكن إسرائيل تقول أنه ضربنا من الأرض العراقية. هذا الفرق في هذا الموضوع. يعني هم يضربوا من سوريا مثلا؟ ما هم ما يذكرون مكان الضربة سيدتي، هم ما يذكرون مكان الضربة، هم يقولون استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق أم الرشراش أو إيلات أو حيفا أو تل أبيب أو جولان، لكن ما يذكرون موقع الضربة من أين انطلقت، لأنه طبعا هذا الموضوع راح يسبب لهم مشكلات. هي سوريا الجبهة الصامتة، ربما أيضا يعني نطرح سؤال حولها في هذا النقاش. ولكن سأنتقل الآن إلى إيران مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي وران. أهلا بك معنا دكتور حسين. بوليتيكو الصحيفة الأمريكية تقول بأن هناك 12 شخصا على قائمة الأهداف الإيرانية داخل واشنطن إلى أو الولايات المتحدة. كيف ممكن لهذه الأخبار أن يعني تقرأ من الجانب الإيراني أولا، وكيف يتعامل معها الجانب الإيراني؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام. يعني في تصوري أننا يجب أن نميز بين أخبار هي تأتي على خلفية انتخابية. يعني السيد بايدن ترامب يحاول بشكل أو بآخر أن يقول أنه مستهدف وأنه كذا وكذا، ومن هنا هو يحاول أن يستميل الناخب الأمريكي من خلال هذا التظلم الذي يطرحه. هذا الكلام جاء يعني وتكرر كثيرا في الإعلام الأمريكي عند استدعاء الحاجة، عندما تكون هناك حاجة لتشويه صورة إيران
وتلبية حاجة داخلية هذا الموضوع يطرح. يعني إيران أولا لن تعلق على الموضوع رغم أن النفي الإيراني في كل مرة كان يأتي أن هذا الموضوع ليس صحيحا وليست هناك أي أدلة تثبت ذلك. يعني الآن هذا الكلام يعني الذي طرح من قبل بوليتيكو أن هناك 12 شخصية على القائمة، هذا من ذكره؟ أي مركز؟ من وثقه؟ ليس هناك. يعني هو اعتقاد رائج داخل الإدارة الأمريكية. يعني نحن أمام يعني شوفي في هناك مفهومين، هناك تصور وهناك تصديق. نعم. التصور مجرد يعني وما يطرح هو تصور، في حين أن التصديق ويأتي على خلفية أنه اعتقال شخص، أن هذا الشخص أقر بذلك وإلى آخره، معلومات وثائق إلى آخره. من هنا نحن أمام تصورات تطرح لأسباب انتخابية من قبل السيد ترامب. طيب. لا صحة لها. طيب سأنتقل إلى جانب واشنطن ليرد، هل هي مع سيد إيهاب عباس؟ أهلا بك معنا. هل ما ينشر الآن في الإعلام الأمريكي، سواء كنا نتحدث عن صحيفة بوليتيكو التي حددت 12 هدفا أو شخصية مستهدفة من جانب إيران في أمريكا، عندما أيضا سربت الوثائق ومحاضر الاجتماعات الإيرانية مع حركة حماس لتنفيذ عملية 7 أكتوبر، هل هي فعلا لترويج انتخابي في الداخل؟ وطبعا أنا أتحدث أكثر عن موضوع بوليتيكو، أم هو حشد الرأي العام لضرورة أن تكون هناك عملية عسكرية إسرائيلية كبرى لردع إيران؟ أهلا بحضرتك أستاذة تهاني وبالضيوف الأفاضل وبكل المشاهدين. لا طبعا، يعني في البداية يجب أن نفرق بين أمن المواطن الأمريكي وأي معلومات يمكن أن يكون لها صدى إعلامي أو انتخابي كما تحدث الضيف. لا، أمريكا تضع في حسبانها أمن مواطنيها بشكل يشكل أولوية دائما لها، وبالتالي عندما يكون هذا المواطن أيضا في موقع مسؤول أو في موقع مسؤول سابق ولديه يعني وقت كان فيه مسؤولا في الإدارة الأمريكية وتعرض للتعامل مع الملف الإيراني مباشرة، تكون الأولوية القصوى لحماية أمنه في محلها طبعا. وأذكر فقط الضيف من طهران مع كامل الاحترام بأنه تقارير الاستخبارات الأمريكية هي التي أكدت أن هناك محاولات للاغتيالات، ليس فقط مسألة بوليتيكو أو غيرها كصحيفة أو إعلام، وأنه أيضا دونالد ترامب حملته تم تحذيرها بسبب اختراقات سبرانية من قبل إيران، تم التحذير من قبل وكالة الاستخبارات المركزية ومن قبل شركة مايكروسوفت أيضا. يعني فلا مجال لأن يكون هناك تجني على إيران في هذا الجانب، والجميع يعلم مدى كره الإيرانيين لدونالد ترامب منذ أن كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية. بالإضافة لشيء مهم، حضرتك كنت تتحدثي مع أحد الضيوف الكرام أيضا قبل قليل في مسألة الرد الإسرائيلي، متى سيأتي، قبل الانتخابات أم بعد الانتخابات؟ هذا في هذه الساعة الصباحية، يعني ما شاء الله أنت متابع من الصباح. طبعا. تفضل. انه لو الرد الامريكي، لو الرد الاسرائيلي جاء قبل الانتخابات الامريكيه، فهذا يعني ان بنيامين نتنياهو يريد تصعيدا ويريد ان يفوز دونالد ترامب بهذه الانتخابات، لان المواطن الامريكي عكس ما قال احد الضيوف هو لا يهتم بما يحدث، لا سيهتم وسيحاول ان ينتخب إدارة أمريكية أو رئيسا أمريكيا يساعد إسرائيل في التصدي لإيران. أما إذا جاءت الضربة بعد انتهاء الانتخابات فهذا يعني أن بنيامين نتنياهو لا يريد أن يؤثر على الانتخابات الأمريكية، ومن الممكن حينها. طب ليه يا أستاذ إيهاب القراءة هذه؟ يعني ما الآن الإدارة الديمقراطية هناك تحركات إسرائيلية رادعة لإيران بتقليم أذرعها، يعني إذا تحدثنا عن حزب الله مثلا، فهي يعني لماذا يؤخذ بأنه إذا جاءت الضربة قبل الانتخابات الأمريكية ممكن أن تكون في صالح ترامب، ليه ما تكون في صالح الديمقراطيين؟ لأن الضربة الإسرائيلية قبل الانتخابات الأمريكية ستعني أن هناك مخاوف متعلقة بأن تقوم إيران بحرب شاملة ضد إسرائيل، وهذا لا يستدعي أن يكون في البيت الأبيض رئيسا ديمقراطيا يتصرف من منطلق تهدئة الأمور وليس التصعيد، بل سيتطلب الأمر رئيسا جمهوريا يذهب مع إسرائيل، لا يذهب مع إسرائيل حتى، هو يذهب قبل إسرائيل
للتعامل مع إيران. يعني وهل أنا لا أريد أن أطيل على ضيوفي، ولكن هل دونالد ترامب سيفتح جبهة مباشرة مع إيران؟ يعني هو عنده توجه بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت، كان يقول يجب أن تقف الحرب فورا سواء في روسيا سواء في قطاع غزة. طيب يعني ما الذي يضمن بأنه سيذهب في حرب في مواجهة إيران؟ هو رجل صفقات في النهاية دونالد ترامب على فكرة. أتفق مع حضرتك تماما في هذه الرؤية، وهو لديه تصريحات حتى قبل ساعات، يعني عندما قال أنه سيعمل على تهدئة الأوضاع والصراع في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لكن في نفس التوقيت هو طالب إسرائيل ضرب منشآت إيران النووية قبل أيام قليلة، وكل توجهاته ضد إيران مبنية، يعني أصبحت مبنية أيضا على ثأر شخصي، يعني هو المخاوف المتعلقة بأمنه الشخصي وأمنه الانتخابي أصبح يحاول أن يمتلها. أنا لا أريد أن أقاطعك، بس ما في تأكيدات بأنه إيران فعلا هي التي تهدد ترامب الآن، يعني ما في تأكيد. ليه؟ عارف ليش؟ عارف ليه ما في تأكيد؟ لأنه أول ما بدأت الهجمات على ترامب قيل بأنها الدولة العميقة لا تريد وصوله إلى البيت الأبيض، ففي تفاوت في بعض التصريحات حول حياة ترامب. طبعا مسألة الدولة العميقة وخلافه طبعا هي إحدى النقاط البارزة في هذا الملف، بجانب طبعا فكرة أن الإيرانيين يحاولون أن يقتالوه، وهذا ما حذر منه أو حذرت منه أجهزة الاستخبارات الأمريكية. لكن أتفق مع حضرتك، هو من الممكن، يعني شوفي الأمور مفتوحة على كافة المصارع، ربما ترجح أمور على أمور أخرى، لكن الكل حاضر على الطاولة، كل شيء جائز. يعني هي هذه المشكلة. طيب خلينا نروح لعدن، نعود من جديد إلى عدن مع سيد ياسر. سيد ياسر، الآن هل في ذهن الميليشيات الحوثية بأنه قد يصبح مصيره كمصير حزب الله؟ هل هم يفكرون بذلك؟ الخطوة التالية، يعني هم يتبنون عمليات يقوم بها الحزب أو تقوم بها ميليشيات إيرانية موجودة في العراق ينسبوها إلى نفسهم، طب تداعيات ذلك على اليمن، تداعيات ذلك على بقائهم أساساً حتى الآن في اليمن؟ من هذا الجانب هم لديهم الكثير من التطمينات. أولا ولائهم الأعمى لنظام الملالي في إيران يجعلهم يذهبون بعيدا في هذا الاتجاه، إضافة إلى ذلك ربما جيوسياسية اليمن والمصالح الحيوية للعالم في هذا المنطقة تحديدا وفي هذا الممر الملاحي قد يجعل هنالك كثير من الخطوط الحمراء تمنع حدوث اشتباك مباشر أو عملية عسكرية حرب مباشرة مع الجماعة الحوثية بالنسبة للأطراف الدولية. وبالتالي عندما يقرؤون المشهد السياسي في العالم، وعندما يتحدث الولايات المتحدة الأمريكية وتحالف الازدهار بأن الحد الأعلى لعملياتهم هي عمليات دفاعية أو الذهاب في اتجاه عمليات استباقية، هذا يطمئنهم كثيرا. الرقم ثلاثة ممكن يكون جغرافية اليمن هي ما تجعلهم أكثر أمنا من عملية الاستهداف المباشر الذي ممكن أن يستهدف مراكز ثقل كما حدث في لبنان خلال أسبوع واحد، تم إنهاء الصف القيادي الأول لحزب الله تماما. وبالتالي الملاذات الآمنة التي توفرها لهم الجغرافيا اليمنية يجعلهم في مأمن من ذلك. الأمر الآخر، لحظة، أنا بس أتوقف الموجود في اليمن، أتوقف عند هذه النقطة. العمق أو الملاذ الاستراتيجي، جغرافية اليمن هي التي تجعل هناك ملاذ آمن الميليشيات الحوثي. طيب ما ممكن يكونوا مخترقين كما اخترق الموساد حزب الله؟ إذا على جدلية أو التسليم بجدلية أنهم مخترقين، وهذا أمر ممكن أن يحدث، ولكن يجب أن ندرك أن الميليشيا الحوثية لم تكن في نطاق اهتمام الكيان الإسرائيلي، أي بمعنى ليس لدى الكيان الإسرائيلي عينا عليها كما كان حادث في لبنان منذ سنوات طويلة جدا، وبالتالي كل تحركات الحزب كانت في إطار مهام الموساد، كذلك في اتجاه غزة. ولكن في اليمن المنحى بعيد، ولكن حتى إذا ما توفرت المعلومة، زمن الإنذار الموجود لدى هذه الجماعة من تحرك الطيران من الأراضي المحتلة الفلسطينية إلى داخل الأراضي اليمنية يجعل هنالك مجال واسع لتلافي هذه الضربات. ثانيا، الجغرافيا من حيث
قوتها وقدرتها والملاجئ الموجودة فيها سواء للمخازن أو للأفراد قد تحافظ عليهم كثيرا، ولكن هنالك حسابات أخرى إذا ما بدأ المجتمع الدولي التحرك فيها لا شك بأن الميليشيا الحوثية ستشعر بالخطر وتذهب في اتجاه حلول مثل ماذا هذه الحسابات باختصار سيد ياسر؟ بمعنى أنها إذا ما وجدت أن المنطقة ذاهبة جميعا في اتجاه التصعيد وإلى تصفية الأجنحة الإيرانية الأذرع الإيرانية وبالتالي التعويل على الحكومة الشرعية وعلى حلفائها ومن من 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 يسعون ضمن مشروع استعادة الدولة من أيدي الجماعة الحوثية، وبالتالي سيشعر بأن هنالك على الأرض قوة ستقاتله وستأخذ الأرض من تحت أقدامه، حينها قد يلجأ لخيارات أخرى ممكن أن تبقيه في المشهد السياسي. نعم. طيب سننتقل إلى سيد سرمد. عذرا سيد سرمد، تداعيات أن يكون هناك استهداف إسرائيلي لميليشيات إيرانية في العراق، هل سيكون هو يعتمد على حسب جغرافيتهم هم وين يتواجدوا أساسا؟ يعني يعني عذرا ما عندنا ميليشيات إيرانية، يعني عندنا فصائل، يعني تسمية فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، مو إذا ميليشيات إيرانية معناته الإيرانيين موجودين بالعراق، وهذا يعني حقيقة ربما يتواجدون بصفة صداقة، بصفة ربما في زمن داعش كان هنالك خبراء، أما كفصائل معينة إيرانية لا ترى ما موجود هذا الشيء نهائيا، أنا أقولك وأنا مطلع. طب كيف يعني كيف نفهم أن هذه الفصائل التي تتحرك وتنفذ يعني نوع من الدفاع على مصالح إيرانية في مواجهة أمريكا وإسرائيل؟ هي ما تعتبر ما تعتبر إيرانية أيضا؟ ما هي ما تسمحي لي، ما هو تمويلهم منين؟ يعني أسلحتهم ومسيراتهم وصواريخهم منين؟ من إيران. نعم أنا ما أنكر هذا الشيء، يعني ما يعني هذا شيء واضح، ربما هم عندهم ترى عندهم أيضا يعني مصانع، أعتقد بدأوا يصنعون مسيرات أو شيء يعني داخل هم عندهم يعني للفصائل، أعتقد وصلوا لهذه المرحلة يعني في هذا الموضوع. لكن استهدافهم أنا أقول لك سيؤثر ربما حتى على الداخل العراقي، يعني حقيقة يعني لأنه أنت تعرفين يعني هم من الشعب، من بقية الشعب مثلنا، هم من الشعب وفي منهم في الحكومة متغلغلين في النسيج الاجتماعي. عفية. أنا لما سألتك عن الجغرافيا هو ممكن يكون جداً. الاستهداف وين؟ يعني لا كمناطق مبينه، هو يعني مثلا هم مثلا حزب الله معروفين هم من يضربون دائما، الامريكان يضربون جرف الصخر، يضربون المناطق الحدوديه في هذا الموضوع، ربما بعض المعسكرات في الحله يعني في جنوب العراق، يعني هذا في الانبار موجودين بالمناسبه في كل الجغرافيا زين، لكن اكو جغرافيا معينه مثلا سامراء موجودين بها التيار الصدري في وقتها، يعني سراي السلام مثلا هم انا قلت لك يعني هم المتصدين تقريبا كتاب حزب الله والنجباء، وهؤلاء علنا يعني ما لا متخوفين من شيء ولديهم الكثير من المؤيدين بالمناسبه، يعني خلينا نتكلم بصراحه اذا بين بين داخل خاصه يعني مثلا هو الموضوع يعني لما يجي هي واضحه، يعني الشعوب العربيه تتعاطف مع القضيه الفلسطينيه بالضبط يعني انا خلي اتكلم بصراحه يعني احنا يعني امام شاشه يشاهدها الملايين زين، فاكو تعاطف وياهم، اكو مثلا يقول لك لا خلي يضربون ليش هيك، مثلا لماذا اسرائيل تقتل بغزه، لماذا اسرائيل تضرب جنوب، بعدين بدوا يصلون مهجرين لبنانيين اللبنانيين بدوا يتكلمون انه ده نتعرض للقصف ده نتعرض فيصير تعاطف. الشعوب العربية ترى شعوب عاطفية، أنت تعرفين زين هذا الموضوع، يصير تعاطف في هذا الموضوع ما أخفي عنك، لكن بنك الأهداف واضح كلنا نعرفها، صار سنين إحنا بالحدث طيب. بقناتكم الموقرة نعرف يا أما جرف الصخر يا أما هاي المناطق يعني. نعم. طيب دكتور حسين من طهران، الآن نحن نشاهد ما الذي يجري في الجنوب اللبناني، هناك إضعاف، لا نقول بأنه إيران باعت حزب الله لأنه هذه النظرية أو يعني بعض المحللين لا يرون بأن ذلك صحيحا، ولكن في إضعاف لحزب الله، هل ممكن أن تقبل إيران بأن تفتح جبهة مع إسرائيل في الساحة العراقية؟ هذه نقطة، كيف سيؤثر عليها وكيف أيضا سيكون تأثير الفصائل أو إضعاف الفصائل الموجودة في العراق على إيران؟
يعني فتح جبهة هو غير موجود إلا بالنسبة، غير متاح إلا للبنان، لأن العراق هو بعيد كما إيران هي بعيدة عن فلسطين، ليست هناك حدود برية في هذا الإطار. من هنا هناك جبهة إسناد، ولكن هذه الجبهة إسناد في العراق هي بعيدة نسبيا، وتستطيع فقط أن تطلق صواريخ أو مسيرات ضد الكيان الصهيوني ليس إلا. وكذلك اليمن هو ضمن هذا الإطار لا يستطيع أن يقوم بدور يعني أكبر من ذلك، في حين أن حزب الله لا له حدود، وهو الآن هناك التحام مباشر في الجنوب اللبناني، وإسرائيل منذ 10 أيام تحاول من خلال 4 فرق عسكرية التقدم باتجاه الجنوب اللبناني ولم تفلح، واليوم هناك كمين وقع فيه أكثر من 20 عسكري إسرائيلي بين قتيل وجريح. وهذا يعكس أن الوضع في لبنان لا زال في أوجه من التحام مباشر بين الكيان الصهيوني وحزب الله، ولكن هذا لا ينسحب لا على اليمن ولا على العراق. نعم. طيب الآن عندما يتحدث وزير الخارجية الإيراني ويقول لا توجد لدينا خطوط حمراء، ماذا يعني هذا التصريح إنه استهدفت من إسرائيل؟ هل أي استهداف ممكن تعتبر إيران لا يوجد لديها خطوط حمراء؟ هل ذلك سينعكس على تحركات ميليشياتها أيضا في المنطقة في مواجهة إسرائيل كما تقول طبعا؟ يعني أولا أي استهداف إسرائيلي لإيران سيواجه برد متناظر ومتناسب. يعني إذا كان الاستهداف لمنشآت نفطية ستقوم إيران ضرب منشآت نفطية، إذا كان نووية ستقوم بضرب المنشآت النووية، وإذا كان ضرب لمواقع عسكرية ستقوم بضرب مواقع عسكرية. الاستهداف الأخير هو لم يستهدف إلا القواعد الجوية وبعض مراكز الاستخبارات الإسرائيلية، وهذا يعكس أن ما تقوم به إيران هو محسوب ليس بشكل أعمى. ولكن إذا استهدفت إسرائيل على سبيل الافتراض المجتمع الإيراني أو البنية التحتية، طبيعي أن إيران ستستهدف يعني العين بالعين، يعني العين بالعين. نعم. ستتعامل إيران مع نعم. مع العين بالعين. أنا كنت أسألك عن الميليشيات، والله أنا وقت انتهى، بس إذا عندك إجابة جدا سريعة، هل ممكن تحرك أذرعها للرد على في الدفاع عنها، نعم أو لا؟ لا لا، إيران في التعامل مع الكيان الصهيوني هي تقوم بدور الدفاع عن نفسها بعيدا عن باقي الأطراف. طيب شكرا جزيلا من طهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي وران، وأيضا من عدن المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح، ومن بغداد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية سرمد البياتي، ومن واشنطن الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس. شكرا جزيلا لكم جميعا. مجددا، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة بنقل قوات اليونيفيل من مناطق القتال في لبنان، معتبرا أن رفض إجلائه هم أو إجلائهم يجعلهم رهينة بيد حزب الله. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن جالانت أبلغ نظيره الأمريكي أوستن بأن إسرائيل ستواصل اتخاذ التدابير لتجنب تعريض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للخطر. وجاء في بيان للوزارة عقب المحادثة التي جرت ليلا أن جالانت أكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل اتخاذ إجراءات لتجنب إلحاق الضرر بقوات اليونيفيل ومواقع حفظ السلام في جنوب لبنان، وذلك بعدما جرح 5 على الأقل من عناصر اليونيفيل في الأيام الأخيرة خلال معارك تدور بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في جنوب لبنان. دعا مدير منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة وقف الهجمات على العاملين في القطاع الصحي اللبناني، وشدد على ضرورة وقف الهجمات على العاملين في القطاع الصحي اللبناني التي تسببت في مقتل ما يقارب 100 شخص، مضيفا أن عدد المصابين في ازدياد ونظام الرعاية الصحية في لبنان يكافح لمواجهة الوضع بسبب محدودية الموارد البشرية والمادية. ودعا المسؤول الأممي إلى توفير الحماية العاجلة للمرضى والعاملين في الرعاية الصحية في لبنان، كاشفا أن الحرب الإسرائيلية تسببت في إغلاق 5 مشافي و100 مركز للرعاية الصحية في لبنان.
قال مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني إن مئات الآلاف في لبنان أجبروا على الفرار بحثا عن الأمان. لازاريني أكد على منصة إكس أن منشآت الأونروا في لبنان تستقبل الفارين من الحرب من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين، مشيرا إلى أن توسيع الحرب في لبنان لن يوقف معاناة المدنيين. ودعا المسؤول الأممي الوضع لوضع حد لمأساة الإنسانية المتصاعدة في المنطقة ككل. نحن بلبنان نطلع وننزل نطلع وننزل، بس انه مكملين اكيد، ما حدا بيوقفنا وما ما فكر سافر اصلا من هون. كان في عنا جمعيات عم نعطيهم هال 1005 كنا عم نطبخها، بس لما اجت الحرب هلا طلعنا بالعدد لل 4500 رجل. أفادت مصادر الحدث بمقتل قائد الوحدة الجوية في القسام الجناح العسكري لحماس سامر أبو دقة متأثرا بجروح أصيب فيها الشهر الماضي. هذا وأعلن المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي أن الجيش يواصل عملياته ضد حركة حماس في قطاع غزة، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على حوالي 40 هدفا تابعا للحركة خلال 24 ساعة الماضية. وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي قتل العشرات من عناصر حماس خلال العمليات القتالية في القطاع خلال اليوم الماضي، كما عثر الجيش على العديد من الأسلحة والمتفجرات. عقب إعلان 130 جنديا إسرائيليا رفضهم الخدمة ما لم تسعى الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، هاجم نتنياهو وزراء في حكومته الجنود الذين يرفضون الخدمة دون صفقة رهائن وفق ما كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، متهما إياهم بفقدان الحس الوطني وداعيا إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمنع مثل هذه الظاهرة أو حالات العصيان. وزيرة النقل ميري ريجيف دعت الحكومة إلى إرسال هؤلاء الجنود الممتنعين إلى السجن. أما وزير الدفاع يوآف جالانت فقلل من الأرقام التي قدمها الإعلام بشأن هذه الرسالة، مشيرا إلى أنها لا تعكس الواقع، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يرد بقوة على أي علامة على العصيان. ومن جانبهم أكد ممثلو الجيش الإسرائيلي أنهم لم يتلقوا الرسالة من الجنود تفيد بامتناعهم عن الخدمة، فيما قال الجنود الموقعون في رسالتهم إن عدم الضغط لإتمام صفقة الرهائن يعتبر خيانة للأخلاق الإسرائيلية والجيش وفق الرسالة. وبعد هدوء نسبي عادت التظاهرات إلى شوارع إسرائيل، فقد أغلق أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة شارع أيالون الرئيس وسط مدينة تل أبيب وأشعلوا النيران مطالبين بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية، كما رفع المتظاهرون لافتات تحمل أسماء 101 إسرائيلي محتجزين في قطاع غزة داعين السلطات لاتخاذ خطوات عاجلة لإعادتهم. أخذت في بيضة يوتر ميتا يمين.
شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. دوما الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، تابعوها وتفاعلوا معها، وأيضا زوروا موقعنا الإلكتروني الحدث.net. أنا تهاني الجهني، أشكركم، في أمان الله.